واحد بيقول من المعروف ان الله عادل، فانا بأتساءل لماذا خلق الله بعض الناس الاوروبيين ذوي ملامح جميلة؟ انت هتحسدهم ولا ايه؟ ويوجد بعض الناس يعني اللي سمر واللي سود الاخر. لما ربنا خلق العالم خلقه كله بصورة واحدة، يعني خلق آدم جميل جدا وخلق حواء جميلة جدا ونسلهم مش كويس. لكن فيما بعد جات لعنة كنعان ودخلت في دور، والناس اتوزعوا في جهات الأرض في بلاد حارة بتخلي الواحد يسمر، وفي بلاد باردة ما بتجيبش سمار، وفي السمر وحلاوة. هو اللي بيسقف يكون السمر بس ولا صدقني حتى الاوروبيين اللي انت بتقول عليهم اجناس متعددة، يعني مش كلهم طبعة واحدة او صورة واحدة. هو في علم الاجناس او علم الانسان عموما في الانثروبولوجي، في الاجناس الصفراء اللي هم اللي في الصين واليابان، وفي الاجناس السوداء، وفي جنس بحر الابيض المتوسط، وفي الجنس الابيض. الجنس الابيض ده ارقى نوع فيه النورس الشماليين، والنورس الشماليين دول ارقى نوع فيه الجنس الاري. انواع واشكال، ولو ربنا خلق الجميع بشكل واحد كان برضو حاجة تبقى مش مقبولة. دي بتعمل زي البيوت اللي كلها شكل بعض شكل بعض في الشارع، الواحد ما يعرفش يميز البيت من اللي جنبه، منظر مش لطيف. لكن في ناس بيعملوها كده، فدي مش داخلة في عقل ربنا. ده انت حتى لو جه الصيف ونزلت في البحر طول مدة الصيف بتخرج اسمر، والشمس تخبطك بعد الاستحمام في البحر تلاقي نفسك اسمريت. طبعا بتروح بعد شوية، لكن لو جيل ورا جيل بيسود من الطبيعة، هذه ما تقولش ربنا خلقه كده، لكن الجو له تأثيره ما فيش شك. فما تزعلش. والوراثة لها تأثير. اوعى تفتكر نفسك لو رحت اوروبا هتبيض، هتفضل زي ما انت.